طبعا يمكن امبارح كان في اجواء حماسيه ماليه الشوارع، والكل كان بيتفرج ويتابع ماتش منتخب مصر مع فريق موزمبيق اللي انتهى امبارح بالتعادل الايجابي بين الفريقين. ولكن نامل ان شاء الله ان الماتشات الجايه يبقى فيها يعني فرحه اكبر كمان من فرحه امبارح، لان احنا امبارح زعلنا، مش هنضحك على بعض، يعني كنا نتمنى نتيجه افضل وفوز يعني حقيقي او فوز ملموس، مش تعادل ايجابي يعني. بس ايه، عندنا امل في اللي جاي ان شاء الله، إن شاء الله. يوم الخميس مع غانا اظن بإذن الله. ان شاء الله. هي الفكره ان احنا في درس مهم المفروض ان احنا نطلع بيه، مش عيب ان احنا نتعلم من انا مش ما بفهمش في الكوره قوي، بس انا كمشاهد ومتابع عادي خالص، احنا بعد ما جبنا اول جون ريحنا، فهم فاهمين ده وفرحوا قارصين. المشكله ان هم في ارضهم ونسبه الرطوبه عاليه جدا، فالرطوبه عاليه بتاثر اكيد على النفس وبالتالي على معدلات الاكسجين اللي واصله للدماغ والكلام ده كله. هم واخدين على الاجواء ده، اللعيبه بتاعتنا مش واخدين ده، فده نقطه برده مهمه لازم ان احنا نحطها في الحسبان. لكن على اي الاحوال نيفر تو ليت زي ما بيقولوا، الوقت مش متاخر ابدا، قدامنا لسه فرصه كبيره ان احنا نحقق فيها، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني ان شاء الله. يا رب باذن الله. امين امين. نتمنى التوفيق لمنتخبنا، وطبعا احنا جامدين بس داخلين حاسين ان اللي قدامنا مش جامد قوي، فيعني والتاني ما كانش جامد ولا اي حاجه، ما شفناش لعب فز. انا برضو ما بفهمش قوي في الكوره، لكن كلنا بنتابع ان شاء الله. في الاداء اللي جاي ان شاء الله الفراعنه هيرفعوا راس مصر باذن الله ان شاء الله. اني امبارح كنت زعلانه، يعني اني زعلانه، فعايزه افرح ان شاء الله يوم الخميس في ماتش منتخب مصر مع غانا. وبالفعل نزلنا بكاميراتنا وشفنا الاجواء وشفنا الناس تعليقها ايه على مباراه امبارح. اتفضلوا. طبعا انا زعلان جدا ان انا ماتش من المفروض ان هو في ايدينا واول بدايه لينا ومفيش كوره فيه خالص. والله كان نفسي مصر تفوز، بس ان شاء الله تتعوض المره الجايه كالعاده. بس الماتش في الاول خدنا الثقه، بعد كده بدا ان احنا نتفاجئ بالجون اللي هم جابوه، بس بعد كده اللعيبه حاسه ان هي مش في الفورمه، يعني ما في توتر كده في اداء اللعيبه. يعني اداء فيه ثقه زايده اكتر من الطبيعي، خدناه عشان جبنا الجون بدري، انما انا متفائل الصراحه، لان احنا كل مره بنعمل كده اعتقد ان احنا بنوصل لنتائج متقدمه، يعني فتحس ان دي تميمه التفاؤل بالنسبه لي صراحه. لا الاداء كويس جدا، اداء المنتخب حلو قوي قوي بصراحه، ان شاء الله ربنا يكرمهم. اه طبعا احنا اي بدايه بطوله افريقيا عموما بنبقى كده في الاول، بعد كده نبدا ان احنا بنتاقلم على جو البطوله يعني وكده. المباراه يعني ما كانتش وحشه، بس هم لعبوا في الشوط الاول احسن من الشوط الثاني. اللعيبه دي تقدر كمان يبقى عندها حاجه احسن من كده. كنت منتظره افضل من كده، بس الحمد لله. جونين جم فينا في دقيقتين من خط النص والدفاع، فلازم المدرب يربط النص بالدفاع شويه.